بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي هنا بنكمل حتة كده كنا سبناها في المحاضرة الثانية، صح كده؟ حتى انا الفايل بتاع المحاضرة اهو موجود هنا، اهو ده كده كان المحاضرة بتاعتنا اللي احنا شرحناها سوا، تمام؟ وكنا سبنا ثلاث مسائل، حتى انا كاتب لكم في البوست كده المسألة ديت والمسألة دي والمسألة دي. طبعا المسألة في الليكتشر غير المسألة في التوتوريال. المسألة في الليكتشر معناها توبيك لازم يتشرح. بالنسبة للمسألة اللي هي دي ريليتد اللي احنا شرحناه المرة اللي فاتت. كنا احنا قلنا ايه؟ كنا احنا قلنا كده عنوان اسمه اكسبريس فيكتور. طبعا هي مش اكسبريس فيكتور، هي اكسبريس كارتيزيان فيكتور. كارتيزيان فيكتور معناها فيكتور بالاي والجي والكي. وكنا اخذنا سريعا كده، كنا اخذنا ثلاث صور لكتابه الفيكتور. اول طريقه هي ان هو يدينا الالفا والبيتا والجاما. قلنا في الحاله دي ان الفيكتور بيبقى عباره عن الفاليو اللي هيدهاني مضروبه في كوساين الفا في اتجاه الاي، كوساين بيتا في اتجاه الجي، وكوساين جاما في اتجاه الكي. وقلنا ان هو في الغالب في النوع ده من المسائل بيديني تو انجلز، وانا اجيب التالتة. لما احنا قلنا دايما حط في بالك الرول اللي بيجمع الثري انجلز، اللي هو كوساين سكوارد الفا زائد كوساين سكوارد بيتا زائد كوساين سكوارد جاما ايكوال 1. وقلنا ان هو بيدينا الانجلز ديت من الجيومتري بتاعت الرسمه. يعني مثلا يجي يرسم لي كده، ادي الاكس وادي الواي وادي الزد، ويقوم رسم لي. ما في حد بيتكلم؟ انا معلش، هو بس مفيش عندي سلايدز باينه. ايه ده ليه كده؟ مش عارفه بصراحه، يعني هو ما فيش حاجه بقى. طب باقي الناس شايفه السلايدز؟ متشاف صح؟ شايفينها اول مره، يبقى ماشيه مع الكلام. اول مره يبقى ايه الكلام؟ الصوت ماشي مع الكلام. الحمد لله الحمد لله. طب يبقى المهندسه اللي بتتكلم بتلاقي المشكله دي عندك انت، اعملي ساين اوت وخشي تاني. يعني دي كده مشكله لوكال عندك يعني. خلاص ممكن ممكن بتاعت حضرتك لسه على ما بيحمل اللي انا بعرضه لها ما يكونش اتشاف صح. طيب انا اهم حاجه ان هي مش مشكله مش مشكله عامه يعني. طيب يلا بينا. فانا بقول ان انا رسمت فورس بالمنظر ده، وجيت قلت ان الفورس دي بتعمل هنا انجل 30 ديجري، وبتعمل انجل هنا 80 ديجري. طبعا خلي بالكم الفورس دي مش ان بلين. طب ليه مش ان بلين؟ لان انا عارف ان هي لو ان بلين، ان بلين يعني تو دايمنشن، يعني في ورقه واحده، لازم يكون مجموع التو انجلز 90 ديجري. هل ال 30 بلس ال 80 دي 90 ديجري؟ طبعا لا، يبقى اكيد في انجل ثاني. ال 30 ديجري ديت هتمثل البيتا. ليه؟ لانها انجل الفورس مع الواي. ال 80 ديجري هتمثل الالفا. ليه؟ لان الانجل من الاكس لايه؟ للفورس. يتفضل لك مين؟ يتفضل لي الجاما. اطبق الرول ده واجيب له الجاما وابدا اجيب الكومبوننتس بتاعه الفيكتور. طيب ايه الفكره الثانيه؟ الفكره الثانيه اللي هي الريزوليوشن. قلنا ان الريزوليوشن ديت بيدينا الفا اور بيتا اور جاما، واحده من الثلاثه يعني، معاهم مين؟ معاهم انجل اسمها ثيتا. وابدا اعمل ايه؟ وابدا اعمل الريزوليوشن. ادي الاكس وادي الواي وادي الزد، يجي يدينا مثلا كده فورس، يقوم جاي بنزل خط كده على خط كده، يدينا الانجل اللي هنا يسميها ثيتا، والانجل اللي هنا يسميها ايه؟ يسميها فاي. يعني ممكن لو ادانا الانجل دي يبقى هو كده ادانا مين؟ ادانا جاما. وابدا اعمل ريزوليوشن على الشادو. كنا سمينا الخط دوت هو الشادو، فبدانا نعمل ريزوليوشن في اتجاه الشادو وفي اتجاه الزد، ورجعنا مره ثانيه مسكنا الشادو عملنا ريزوليوشن ليه على الاكس وعلى الواي. الكيس الثالثه والاخيره اللي هي باستخدام البوزيشن فيكتور. باستخدام البوزيشن ايه؟
البوزيشن فيكتور. البوزيشن فيكتور قال لي ان انت لو عندك لاين من بوينت A لبوينت B، كان اللاين دوت فيه فورس دايركتد من الA للB، ففي الحالة دي اقدر اقول ان الفورس از فيكتور بتساوي الفاليو مضروبة في اليونت فيكتور بتاع اللاين ده. بصوا كده، كتبت AB، اقصد الA هي الستارت بوينت يعني النقطة اللي بدأت منها، والB هي مين؟ هي الاند بوينت. طبعا انت عندك طريقين من الحل. الطريقين من الحل بتوع ايه؟ قال اصل اليونت فيكتور بتاع الاي بي ده هو ار اي بي فيكتور على ار اي بي كماجنتيود. القصه بقى ازاي اجيب الار اي بي ده؟ اجيب الار اي بي ده ازاي؟ قال لي عندك طريقتين. الطريقة الأولانية إن أنا أجيب الكوردينتس بتاعة البوينتس وأطرحها من بعض، يعني أنا هقول هنا آر بي ماينس آر إي. إيه الآر إي والآر بي؟ هما الكوردينتس بتاعة البوينت أو موقع البوينت بالنسبة للأرجن. الطريقة التانية إن أنا أتحرك من نقطة البداية حتى نقطة النهاية. ايه اللي احنا بنقوله ده؟ تعالوا ناخد اكزامبل على قصة البوزيشن. ايه البوزيشن فيكتور؟ جيت قلت لكم ادي الاكس، تعالوا نرسم كده رسمة، ادي الزد، ادي الاكس، ادي الواي، ادي الزد. وجيت رسمت حاجة بالمنظر ده وقلت دي كده بوينت A، وجيت رسمت حاجة بالمنظر ده وقلت دي كده هنا نقطة B، وجيت وصلت من الA للB بلاين، جيت وصلت من الA للB بلاين. اهو تعال نرسم اللاين كده يا رب يطلع بس ستريت لاين، وحطيت عليه ايه؟ سهم. قلت ان السهم ده بيشيل فورس بتساوي 100 نيوتن. تعال نشوف الدايمنشنز ايه. قال لي ان المسافه ديت كانت 3 والمسافه ديت كانت 4، المسافه ديت كانت 1، المسافه ديت كانت 2، والمسافة دي مثلا كانت 5. أي أرقام؟ يبقى كده 2 متر وهنا 1 متر وهنا 4 متر وهنا إيه؟ 3 متر. السؤال يقول لي إكسبريس الـ 100 نيوتن as كارتيزيان فيكتور. ده سؤال. طب هجاوب السؤال ده إزاي؟ الحل، تعالوا كده نعمل حل مطول بس بعد كده هنختصره. الستيب الأولانية، لأن دي ستيبس تفكير. ستيب رقم واحد بيقول لي find the coordinates of the points. جيب الكوردينتس بتاعت البوينتس اللي هي بالعربي الإحداثيات، يعني اللي هي بالبلدي هتمشي من الاوريجين قد ايه لحد ما توصل للبوينت. هنمشي من او لحد البوينت. طب ما يلا بينا نطبق الكلام دوت بالنسبه لبوينت ايه. ركزوا معايا بقى في اللي هعمله دلوقتي. تعالوا نمسك كده لون اخضر مثلا. الاوريجين اهي، ادي نقطه او. انا عايز اوصل من الاو للاي، همشي كده المسافه دي، بعد كده همشي كده المسافه دي. طب المسافه اللي انت مشيتها دي كانت كام؟ قال لي كانت 4. طب والمسافه الثانيه اللي انت مشيتها كانت كام؟ قال لي كانت 3. يبقى معنى كده
ان مكان نقطة ايه، مكان نقطة ايه، بص عملت ايه الاول، عملت براكت كده فيه ثلاث اماكن، قال لي مشيت على الواي 4 مع الواي ولا عكسه، مع الواي يبقى هكتب في خانة الواي 4، ومشيت مع الاكس او بارلل للاكس 3، طب معاه ولا عكسه، معاه 3، وصلت ولا ما وصلتش، قال لي وصلت، يبقى اللي فاضل بزيرو. يبقى تاني الكوردينتس يعني امشي من الاورجن لحد ما اوصل للبوينت، او مشيت على الواي 4 ومشيت بارلل للاكس 3 فكتبتهم، طب ده الزد ما فيش حاجه، قال لي يبقى زيرو. طب تعالوا مره تانيه نجيب الكوردينتس بتاعت نقطه بي، اهو هنحضر البراكت بتاعنا، خانه للاي، خانه للواي، وخانه للاكس، وخانه للزد. عايزين بقى نمشي من الاورجن برضو عشان نوصل لنقطه بي، هتمشي ازاي؟ قال لي والله انا شايف ان انا همشي كده اهي، بعد كده همشي كده، بعد كده همشي كده. طب ما تيجي نكتب اللي احنا مشيناه، لما كنت عند الاو مشيت على الزد 2، بص شايفين الحته دي 2 اهي، يبقى انا مشيت على الزد 2 معاه ولا عكسه، معاه. طب وبعد كده عملت ايه، قال لي مشيت مع الاكس 1، شايفين الخط ده طوله من تحت بكام، ب 1، طب كان مع الاكس ولا عكسه، بص السهم بتاعي مع الاكس، يبقى 1 مع الاكس. لما مشيت على الواي مشيت عكس الواي، الواي اهو يمين وانا ماشي شمال، مشيت قد ايه، مشيت 5، تبقى ماينس 5. يبقى انا من الاورجن مشيت بارلل للزد، بعد كده بارلل للاكس، بعد كده بارلل لمين، للواي، بس كان عكس الواي. دي كده اسمها الكوردينتس بتاعت البوينت. طب ايه الخطوه الثانيه، قال لي الخطوه الثانيه فايند ذا بوزيشن فيكتور. طبعا الكلام ده هنختصره بعد كده، بس انا عشان بشرح بدايه الموضوع عمال افصص فيه قوي. هتجيب لي البوزيشن فيكتور، طب البوزيشن فيكتور بتاعك من A ل B ولا من B ل A، هو اللي هيقول في المساله. طب هو قال في المساله دي ولا ما قالش، هو قال. طب قالها منين، من السهم اللي هو رسمه ده، بص السهم خارج من فين لفين، من ال A رايح لل B، فهقول له يبقى انا هجيب لك ال R من ال A رايحه للبي. طبعا الرول بتاعي انها الكوردينتس بتاعت البي ماينس الكوردينتس بتاعت الاي. يلا بينا، البي اللي هو 1 ونيجاتيف 5 و2 ماينس الاي بقى اللي هي كام، 3 و4 و0، دي تدينا كام، يلا نطرح بقى فيكتورز اهي، 1 نيجاتيف 3 تدينا نيجاتيف 2، النيجاتيف 5 والنيجاتيف 4 تدينا نيجاتيف 9، ال 2 وال 0 تدينا 2، يبقى انا كده جبت مين؟ جبت البوزيشن فيكتور. الخطوه الثالثه ستيب 3 فايند ذا يونت فيكتور اوف ار، يلا نجيب اليونت فيكتور بتاع الار. اي يونت فيكتور هيساوي الفيكتور على الفاليو بتاعته، يبقى هنا ار اي بي وهنا برضو ار اي بي، بس ايه ماجنتيود، يبقى تساوي الار اي بي جبناه اللي هو كان نيجاتيف 2 ونيجاتيف 9 و2، ده الفيكتور، اقسمه على الفاليو بتاعته اللي هي تبقى كام بقى، لا تبقى 4. جبت منين انا ال4 ديت، ال4 ديت اللي هي 2 سكوارد، يبقى 2 سكوارد بلس 9 سكوارد بلس 2 سكوارد، كل ده تحت الايه؟ كل ده تحت الروت. طبعا هنا هيبقى معانا كام؟ معانا 4 و4 يبقى دي 8 ودي تدينا كام؟ 81، 8 يبقى كلها على بعضها ايه؟ 89، تبقى هنا في روت 89 وهنا في نيجاتيف 2 ونيجاتيف 9 و2. كده انا جبت مين؟ جبت اليونت فيكتور. طب يلا بينا الستيب الرابعه والاخيره، ستيب رقم 4، apply the rule of the vector.
ايه بقى يا دكتور الرول بتاع الفيكتور ده؟ رول الفيكتور بيقول ان الفورس بتساوي، تعالوا ناخد اللون الاخضر، الفورس بتساوي الفاليو مضروبه في اليونت فيكتور اللي انا جبته. يعني معنى كده ان الفورس بتاعتي الفاليو بكام؟ كانت ب100. طب واليونت فيكتور كان بكام؟ كان بنيجاتيف 2i ونيجاتيف 9j وبلس 2k، كل ده ديفايدد باي روت 89. كده انا جه كده انا جاوبت له السؤال. بس السؤال هنا، لو انا طلبت منكم الاف اكس تبقى بكام والاف واي تبقى بكام والاف زد تبقى بكام، خلي بالكم اسمهم ايه؟ اسمهم الفورس كومبوننتس او الفيكتور كومبوننتس. قال لي ان الاف اكس دي هي كل اللي مضروب في الاي، كل اللي مضروب في الاي. طب هو مين اللي مضروب في الاي؟ واحد قال لي يا دكتور نيجاتيف 2، اقول له غلط. واحد قال لي لا يا دكتور دي نيجاتيف 2 وعلى الروت اللي هو 89، اقول له غلط. واحد تالت قال لي نيجاتيف 2 على الروت تايمز ال 100، اقول له صح. يبقى انت لازم تاخد ايه؟ كل اللي مضروب في الاي. خلي بالكم ان الرقم ده يعتبر كومن فاكتور يتضرب فيه كله. يعني معنى كده ان الاف واي بكام؟ قال الاف واي بنيجاتيف 9 على روت 89 تايمز ال 100. طب والاف زد بكام؟ قال لي 2 على روت 89 تايمز مين؟ تايمز ال 100. يبقى انا كده طبعا هو كان عايز بس الكارتيزيان فيكتور وانا جاوبته له، بس انا بقول لو كان طلب منا كمان مين؟ الكومبوننتس، كنت قريت له بقى الاف اكس بكام والاف واي بكام والاف زد بكام. يبقى احنا اول خطوه جبنا الكوردينتس. يعني ايه كوردينتس؟ خلي بالكم دي محتاجه تدريب لبعض الفئات مننا. في ناس مننا بيبقى عنده مشكله في التخيل والكوردينتس، لا تتخيل ولا حاجه، امشي بارلل للاكس والواي والزد هتوصل للبوينت، واللي تمشيه اكتبه في الايه؟ في مكانه. مشيت بارلل للاكس تكتب الرقم في خانه الاكس، بارلل للواي تكتب خانه الواي، وبارلل للزد تكتب في خانه الزد. مشيت مع الواي يبقى بوزيتيف واي، مشيت عكس الواي يبقى نيجاتيف مين؟ يبقى نيجاتيف الواي، وهكذا. وتبدا تطرح ارقامك وتجيب اليونت فيكتور وتعوض في الرول عشان تجيب مين؟ عشان تجيب الفورس فيكتور او الفيكتور في صوره كارتيزيان فيكتور. طيب ايه تطبيق الكلام ده؟ تعال نشوف تطبيق الكلام ده من خلال الاكزامبل ده. الاكزامبل ده بيقول ايه؟ بيقول ان في روف، الروف يقصد بيه البتاع الميتال ديت اهي اللي انا بشاور عليها دلوقتي دي. الميتال ديت متثبته بايه؟ بكيبلز، سلاسل اهي متوصله في الحيطه. يعني هو حاطط جنج في الحيطه كده او مسمار في الحيطه، ومن المسمار رابط ايه؟ السلسله للسي مره وسلسله ثانيه للبي مره ثانيه. ليه قلت سلسله ثانيه؟ لان لو كانت نفس السلسله كانت تبقى الفورس اللي في الناحيه اليمين بتساوي الفورس اللي في الناحيه الشمال، لكن هو بيقول لنا ايه؟ السبورتد باي كيبلز. خلي بالكم كيبلز يعني ايه؟ اكتر من حبل. شو ان ذا فيجر. طيب بيقول لي اف ذا كيبلز اكزرتد فورسز اف اي بي بتساوي 100، الراجل قال لنا ان الفورس اللي في الاي بي بتساوي 100 والفورس اللي في الاي سي بتساوي 120. طب هو المسمار اللي في الحيطه ده اتخلع؟ يعني انا لما ركبت السلسلتين دول هل المسمار اتشال من الحيطه؟ قال لي لا. يبقى معنى كده ان المسمار بيبذل فورس قدهم العكس. بيبذل فورس قدهم ايه؟ العكس. الفورس اللي قدهم دي اسمها ايه؟ اسمها resultant force. اسمها ايه؟ resultant force. هو الراجل بيقول لي determine the resultant force at a. ايه الكلام بقى ده؟ احنا اخدنا الكلام ده؟ اخدنا الكلام ده. طبعا هو بيقول لي جاوب عن اجابتك في صورة كارتيزيان فيكتور. اخدنا الكلام ده؟ اخدناه المرة اللي فاتت لما قلنا قانون الresultant. قلنا قانون الresultant بيقول ايه؟ ان الresultant force رمزها اف ار، والاف ار دي بتساوي مجموع الفورسز اللي انت عايز تجمعها، بس بشرط تكون الفورسز كلها ايه؟ مره بوينت واحده. طب يا دكتور لو مش مره بوينت واحده نعمل ايه؟ لا ده درس هنشرحه بالكامل بعد كده.
يبقى احنا لحد المرحله بتاعتنا دلوقتي بنتكلم على الفورسز اللي كونكرنت في بوينت واحده. طيب هي الفورس دي كونكرنت في بوينت واحده؟ اه كلهم خارجين من بوينت A. يبقى الاف ار هتساوي الفورس الاولانيه اللي هي من الاي للبي زائد الفورس الثانيه اللي هي من الاي للسي. يوم واحد يسالني سؤال يقول لي يا دكتور معلش انا في حاجه كده لاحظتها، اقول له ايه؟ يقول لي انا شايف ان الفورس اي بي خارجه من الاي والفورس اي سي خارجه برضه من الاي، الاثنين خارجين من الاي، هو انا عشان كده عرفت اجمعهم؟ يعني لو واحده خارجه وواحده داخله ما ينفعش اجمعهم؟ قلت له لا تجمعهم، انا الشرط الوحيد اللي بشترطه عليك في جمع الفورسز ان يكون كلهم مالهم مرين بنقطه واحده. كلمه مرين دي معناها ان هم ممكن يكون كلهم خارجين من البوينت، ممكن يكون كلهم داخلين البوينت، ممكن يكون شويه خارجين وشويه داخلين، ما تفرقش معايا لان انا في النهايه بكتبهم بايه؟ بكتبهم في صوره فيكتور. طب ما تيجوا بقى كده ايه نحط ستيبس كده جميله لينا تثبت في موضوع الريزلتنت اوف كونكرنت فورس. دكتور انت كتبتهم قبل كده، تعالوا نكتبهم تاني. الستيب الاولانيه، الستيب الاولانيه احنا عملناها ايه؟ قال لي translate the problem. يلا نترجم المسألة. ترجمت المسألة، الراجل بيقول لي هات لنا اجابتنا بقى تبقى باللون الازرق، هات لنا الاف ار ثاني مكان، قال لي ات بوينت اي، دي الترجمة. طب يلا نعمل الستيب اللي بعدها، ستيب 2. قال لي تايب ذا سيوتبل رول. ايه الرول اللي بيحسب الاف ار؟ برضو كتبناه بس نكتبه بقى في الحل بتاعنا اهو، ان الاف ار بتساوي الفورسز اللي بتمر بالاي اللي هي الفورس اف اي بي بلس الفورس اللي هي اف اي سي. الستيب اللي بعدها ستيب رقم 3، دي كانت ستيب رقم 2. ستيب رقم 3 قال لي ايه بقى؟ سبستيتيوت ات ذا رول. ايه ده سبستيتيوت ازاي؟ في مسائل بتعوض تعويض مباشر في الرول، وفي مسائل بتحتاج ان انت تعمل لها تحضير. طب هل هنا انا معايا الاف اي بي جاهزه احطها؟ قال لي اب 100. ايه ده يعني معنى كده ان احنا ممكن نقول ان الاف ار بتساوي 100 زائد 120 فتدينا 220. يا نهار ابيض، ده الكلام ده ايه؟ الكلام ده غلط، الكلام ده جريمه. الكلام ده ايه؟ الكلام ده جريمه. طب امال نعمل ايه؟ تعال نشوف هنعمل ايه. اول حاجه نحضر الفيكتور، يعني انا هحضر الفيكتور اللي هو اسمه ايه؟ اف اي بي. يلا بينا نختصر بقى في الستبس بتاعت المساله اللي فاتت. القانون كان ايه؟ الفاليو اف اي بي في اليونت فيكتور بتاع اللاين اي بي. ركزوا معايا في السرعه اللي احنا هنعملها دلوقتي، وخلي بالكم ان الحرف اي بي، الحروف اي بي مكتوبه هي هي، يعني هنا اي بي وهنا اي بي وهنا برضو اي بي نفس النوع، هتساوي الفاليو بتاعت الفورس اشيلها واحط كام؟ 100. اليونت فيكتور نيجي هنا ونفتح براكت. ركزوا معايا بقى في السرعه في الحل هنا، انا هحسب على طول اليونت فيكتور مره واحده. كنت انا في بدايه الحصه النهارده قلت لكم ممكن اجيب الكوردينتس، ممكن امشي من البوينت للبوينت على طول، ده نوع تاني من ايجاد البوزيشن فيكتور. بصوا كده لما اقول اف اي بي يبقى امشي من الاي اروح للبي. تعالوا كده نمشي سوا اهو، ادي الاي هنزل اهو امشي كده وبعدين قال لي هتخش كده. استنى بقى، المشيه الاولانيه ديت لما مشيتها مشيتها فور وعكس الزد، يعني هاجي في خانه الزد واكتب نيجاتيف فور. من هنا للبي
مشيت مع الاكس 4 برضو، يبقى هكتب في خانة الاكس كام؟ 4. وصلت ولا ما وصلتش؟ وصلت، يبقى انت ما مشيتش حاجة على الواي. نقول كمان، نقول كمان، انا بقول ان البوزيشن فيكتور ار اي بي نتحرك من ايه الى بي، فادي نقطه ايه، قمت نازل عكس الزد 4 ومشيت مع الاكس كام؟ 4. خلي بالكم ان انا كده جبت الديفرنس على طول. واحد يقول لي لا يا دكتور، ده انا لازم اجيب الكوردينتس بتاعت الاي واجيب الكوردينتس بتاعت البي واطرح بي ماينس اي، اقول له هتطلع نفس ارقامنا. الناس بقى تجرب بعد المحاضره كده تجيب الكوردينتس، هيلاقي نفسه جاب نفس ارقامنا بس اخد وقت اطول. طيب ادي الايه، البوزيشن فيكتور فوق 4 و0 ونيجاتيف 4، هقسم على كام؟ قال لي هقسم على ماجنتيود الفيكتور ده، يعني 4 سكوارد زائد 4 سكوارد. طيب جبنا المين؟ البوزيشن فيكتور، تعالوا نختصره كده، يبقى ال 100 على دي هتبقى عباره عن كام؟ 4 روت 2 في 4 و0 ونيجاتيف 4. يعني ممكن بقى اختصر ال 4 دي هنا، نشيلها من هنا ونشيلها من هنا تبقى 1، ونشيلها من هنا تبقى ايه؟ تبقى نيجاتيف 1. اختصارات. نيجي بعد كده نجيب الفورس الثاني، اللي ما فهمش بقى الاولانيه يركز معاها في الثانيه، الاف اي سي. الرول هو ايه؟ هيبقى الفاليو اف اي سي في اليونت فيكتور اي سي هتساوي الفاليو بكام يا دكتور؟ الفاليو ب 120 في اليونت فيكتور. ها يلا ركزوا معايا تاني، هنتحرك من فين لفين؟ هنتحرك من الاي للسي. هتمشي ازاي؟ يلا ناخد لون تاني، اه ناخد اللون الاخضر. انا عندي الاي، اه انت هتمشي من الاي تروح للسي، هنزل، واضح ان انا هنزل نفس نزله الزد اهي، هنزل نيجاتيف 4 على الزد ماشي. وبعدين هتعمل ايه؟ قال لي همشي كده، احنا رايحين للسي. هو انت مشيت كده كام؟ قال لي مشيت 2 مع الواي، 2 مع الواي يعني بوزيتيف 2. وبعد كده عملت ايه؟ قال لي مشيت على الاكس 4، يبقى مشيت على الاكس ايه؟ 4. يبقى انا نزلت على الزد فكتبت ماينس 4، مشيت مع الواي فكتبت بلس 2، ومشيت مع الاكس فكتبت ايه؟ بلس 4، على الماجنتيود اللي هي تبقى 4 سكوارد زائد 2 سكوارد زائد 4 ايه؟ زائد 4 سكوارد. وما ننساش كل الكلام ده تحت الايه؟ تحت الروت. طيب هيدينا كام دوت بعد الاختصارات؟ هيدينا ال 120 ديت هتبقى 120، اعتقد ديت تدينا 6، فتبقى كلها على بعضها 80 في الاي و 40 في الواي ونيجاتيف 80 في الايه؟ في الجي. طبعا احنا بنضرب 120 في 4 على الروت، اختصارات طلعت ايه؟ طلعت بالفاليوز ديت. طب وبالنسبه اللي فوق سيبها سيبها بالروت ديت زي ما هي. طيب احنا كنا ايه الخطوه؟ الخطوه كانت سبستيتيوت ات ذا رول، يبقى تعالوا نكتبها كده تاني. كانت الستيب سبستيتيوت ات ذا رول، ادي الرول اهو، ده الرول بتاعنا اللي احنا بنتكلم عليه. يبقى انا هاخد الرول ده واقوم اسبستيتيوت فيه، فتبقى الاف ار بتساوي، يلا بينا، الاي من الاولاني زائد الواي الاي من الثاني. الاولاني كان عباره عن كام؟ 100 في 1 على روت 2، والاي من الثاني كانت 80، كل ده في الاي، بلس الواي 0 من الاولاني و40 من الثاني. طب التالت كان 100، طبعا ده في الجي اهو، كان 100 في نيجاتيف 1 على روت 2 ماينس 80، ده في اتجاه مين؟ في اتجاه الكي. طبعا تعالوا كده نغش بقى كده الفاينل انسر، ننقله يعني مش نغشه طبعا،
هو عبارة عن كام؟ طلع معاه 151 في الاي و40 في الجي ونيجاتيف 151 في الايه؟ في الكي. طبعا انا ممكن اكتبها كده، ممكن اكتب 151 اي و40 جي ونيجاتيف 151 كي. طيب هل يا دكتور بقى اتشطر واجيب ماجنتيود واجيب دايركشن؟ اقول لك ان الشطارة الزايدة عندنا في هندسة بنسميها خيابة مش شطارة. انا طلبت منك ايه؟ طلبت منك تعمل كذا، يبقى الكذا بس اللي تعمله. بص انا طلبت منك ايه؟ determine the resultant force acting at A وعبر عنها في صورة كارتيزيان فيكتور. بس هو ده اللي انا عايزه منك، مش عايز منك اكتر من كده. هتلاحظوا حاجة، ودي يعني ملحوظة كده صغيرة، ان انا لما حليت المسألة كتبت الفيكتور بالطريقة دي اللي هي بطريقة الكومة. طب ليه انا عملت كده؟ بص انا هديكم يعني ايه حتة خبرة كده. تعالوا كده نكتب وهنمسحها، نكتب الـ FAB طلعت بكام؟ اللي طلعت 100 على روت 2 I، بعد كده ماينس 100 على روت 2 في K، تمام؟ طب بالنسبة للفورس FAC جبتها بكام؟ قال لي والله ده أنا جبتها 80 I بعد كده زائد 40 J بعد كده ماينس 80 K. في بعض الناس وأنا واحد منهم هو حافظ مش فاهم يعمل ايه، يجمع الاول زائد الاول والتاني، فلما يجي يجمع يقوم جامع ده زائد ده، وبعد كده يقوم جامع ده زائد ده، بعد كده يجي يجمع ده يلاقيه مع زيرو يقوم جامعه على الزيرو. ايه الغلطه اللي انا عملتها دلوقتي؟ انا جمعت كي مع جي وده غلط. ايه بقى اللي بيخلص لي القصه ديت؟ ان انا اكتبها في صوره بوينت كوما كوما كوما، فالزيرو يظهر غصب عني والنيوميريكال ايرور يختفي من ايه؟ من عندي. طبعا الناس النصحة اللي مش زيي مش محتاج يعمل الكلام ده، بس انا بقول ايه؟ الناس الخايبة اللي زيي يعمل ايه؟ يكتبها بصورة البوينتس عشان يهرب من قصة الايرور نتيجة الجمع، انك بتجمع اي زائد جي او كي زائد ايه؟ او كي زائد جي. دي كده كانت اخر حتة كنا المفروض نحل عليها، اللي هي ان انا اجيب الفيكتور بايه؟ بطريقة البوزيشن فيكتور. طيب ما تيجي نروح لحتة تانية. الحتة التانية ديت عنوانها الدوت برودكت. مش هطول في الدوت برودكت لان انتوا كلكم اعتقد عارفينه. الدوت برودكت اللي انتوا بالعربي بتسموه الضرب القياسي. طبعا كلمة ضرب قياسي او دوت برودكت او سكيلر برودكت معناها ان البرودكت اللي هيطلع، المنتج يعني اللي هيطلع من معايا هيبقى سكيلر كوانتيتي فاليو يعني. فتعريف الدوت برودكت بيقول ان انا لو عندي فيكتور اسمه ايه وضربته دوت الفيكتور اللي اسمه بي. طبعا في كتب كتير بتعمل الدوت نقطه بس انا بصراحه بخاف النقطه ما تتشافش فبقوم حاطط عليها ايه سيركل كده، لكن الكتب بتحطها ايه بوينت. بيساوي ايه الدوت برودكت؟ قال لي ماجنيتيود الايه في ماجنيتيود البي في كوزاين الانجل اللي ما بينهم. يعني انا لو عندي فيكتور A وعندي فيكتور B فالانجل اللي ما بينهم ديت ايه؟ سيتا، بتظهر معايا في الايه؟ في الدوت برودكت. طبعا الكلام ده هيخلي لي ان الاي دوت الاي بيساوي ماجنيتيود الاي في ماجنيتيود الاي في كوزاين الانجل اللي ما بين الاي والاي اللي هي زيرو، طبعا ده بيدينا 1. والاي دوت الجي عباره عن ماجنيتيود الاي في ماجنيتيود الجي في كوزاين الانجل ما بينهم اللي هي 90 فيدينا 0. طبعا استنادا للكلام ده قدرت اطلع رول كمان للدوت برودكت. بيقول ايه الرول ده؟ بيقول ان الاي اكس في البي اكس زائد الاي واي في البي واي زائد الاي زد في مين؟ في البي زد. طبعا اللي هيطلع هيبقى ايه؟ هيبقى فاليو، عشان كده سموه سكيلر برودكت. ده كده يعني سريعا ايه هو الدوت برودكت. طيب الدوت برودكت بقى ده فايدته ايه عندنا كميكانيكس؟ قال لي الابليكيشنز بتاعته عندنا في مادتنا حاجتين. انا بفكرك بالدوت برودكت ده عشان حاجتين. الحاجه الاولانيه ان انت تقدر تجيب لي انجل بتوين
two lines in the space. عندك two lines في الspace وبقول لك هات لي الانجل اللي ما بينهم. هتعمل ايه؟ قال لي والله لو ده لاين AB وفي لاين تاني اسمه AC فانا اقدر اجيب الانجل اللي ما بينهم. ازاي؟ بالكوزاين ديت. بصوا شايفين الكوزاين؟ هقول ايه؟ احنا عايزين الكوزاين لوحدها. فتبقى الكوزاين لوحدها دي عباره عن ايه؟ الفيكتور الاولاني ضد الفيكتور الثاني. طبعا هاخد الار اي بي والار اي سي، لازم يبقوا كلهم يا الاثنين خارجين يا الاثنين داخلين. فاقول له كده ار اي بي فيكتور دوت الار اي سي فيكتور على ماجنيتيود الار اي بي على ماجنيتيود الار اي سي. انا جبت منين الكلام ده؟ اهو تعريف الدوت برودكت، فيكتور دوت فيكتور بيساوي ماجنيتيود الاول في الثاني في الكوزاين. يعني انا لو عايز الكوزاين لوحدها اعمل ايه؟ امسك دول واقوم حاططهم تحت الايه؟ تحت الدوت برودكت. ده تطبيق جيومتري، يعني ممكن ما يكونش مهم بالنقطه الثانيه. ركزوا بقى معايا في ايه؟ في الابلكيشن رقم 2. الابلكيشن رقم 2 هو البروجيكشن، البروجيكشن اوف فورس along a line. ايه بقى الكلام ده؟ تعالوا نمسكه بالراحه سوا. ايه رايكم لو انا عملت خط كده وقلت لكم الخط ده هو محور اكس، وجيت قلت لكم انا عندي فورس 100 نيوتن بتعمل مع الاكس ده زاوية 30 ديجري، وقلت لك find the projection. كلمة projection برضو تمشي كلمة ايه؟ كلمة component، الاتنين زي بعض. projection of ال 100 نيوتن along الاكس اكسس. لونج مين؟ الاكس اكس. هتعمل ايه؟ سهله جدا، سهله جدا. طب يلا سهله جدا، يعني هتعمل ايه؟ قال لي والله هاجي كده امسك الرسمه دي واقوم عامل ريزوليوشن للفورس على الاكس. طبعا هي هتعمل ريزوليوشن على الاكس والواي، يعني هتبقى 100 كوزاين و100 ساين، لكن انا عايز اللي على الاكس. فاللي هتبقى على الاكس هتبقى 100 كوزاين 30، وهتسميها ايه؟ قال لي هسميها اف اكس. يبقى معنى كده ان الفورس المية دي البروجيكشن بتاعها على الاكس ضربت الفورس في ايه؟ في الانجل. يعني انا لو عايز اعمل جنراليزيشن للرول ده اعمل جنراليزيشن ازاي؟ قال لي بص ادي الاكس اهو. قلت له اه. قال لي الفورس اهي. قلت له تمام. قال لي الزاويه ديت سيتا. قلت له كويس. قال لي يبقى البروجيكشن على الاكس اسمه اف اكس. هيساوي ايه؟ هيساوي الفاليو مضروبه في الكوزاين اللي ما بينهم. اقول لك بس انا عايز اعملها جنراليزيشن اكبر، عايز اعممها اكتر. قال لي يلا هاجي على الاكس ده واسميه لاين. اي لاين، ممكن يكون اكس، ممكن يكون واي، ممكن يكون اي حاجه. ايه اللي هيتغير في اللي انا كاتبه؟ قال لي هتشطب كلمه اكس دي وتكتب لاين. ايه ده؟ خلاص كده؟ اه خلاص كده. يعني انت لو عايز الكومبوننت بتاعت الفورس الونج الاكس تبقى اف اكس، عايز البروجيكشن بتاع الفورس الونج الواي تبقى اف واي، عايز البروجيكشن بتاع الفورس الونج اي سي تبقى اف اي سي. اه بس في حاجه يا دكتور. ايه يا سيدي؟ قال لي بص كده انا هقول لك حاجه لاحظتها. قلت له ايه؟ قال لي بص كده لو احنا ضربنا الفورس دوت الار، ايه الار ده؟ ده الار ده بتاع اللاين، مش اللاين ده لاين ليه ار.
هيدينا ايه؟ قلت له هيدينا ايه؟ قال لي هيدينا الفورس ماجنتيود. قلت له تمام. قال لي في ماجنتيود اللاين، بص الحركه اللي هو هيعملها ديت، في ماجنتيود اللاين في كوزاين الانجل اللي ما بينهم. قلت له جميل جدا. قال لي بص بقى يا دكتور، انا هقسم على الماجنتيود الطرفين، فهيبقى القانون عامل كده، الاف دوت الار لاين ديفايدد باي الار لاين كماجنتيود، ودي هتساوي ماجنتيود الفورس اللي فاضل في كوزاين الانجل. مش ملاحظين حاجه؟ مين ده؟ ده اليونت فيكتور بتاع اللاين. ده اليونت فيكتور بتاع مين؟ بتاع اللاين. طب يعني معنى كده، شايفين الصوره ديت، شايفين الصوره دي، هي نفسها الصوره دي، هي بالظبط اهو، اف كوزاين سيتا، اف كوزاين سيتا. يبقى معنى كده ان الاف لاين، تعالوا بقى نختار لون تاني لان احنا هنكتب قاعده مهمه جدا، ان الاف لاين ليها طريقتين لايجادها. الطريقه الاولانيه هي اف كوزاين سيتا، والطريقه الثانيه هي الفورس فيكتور دوت اليونت فيكتور بتاع اللاين. بس يبقى انت حضرتك لو عايز تجيب البروجيكشن تعمل ايه؟ والله عندك حاجه من الاثنين، يا اما تعرف الانجل يا اما ما تعرفش الانجل. لو تعرف الانجل يبقى اف كوزاين سيتا. طبعا معرفه الانجل في 2 دايمنشن سهل، لكن في 3 دايمنشن بيكاد يكون مستحيل. فاقوم الجأ لايه؟ الجأ للدوت برودكت، ان انا امسك الفيكتور واضربه دوت اليونت فيكتور بتاع اللاين. طب ما تيجوا نشوف تطبيق على الرغي اللي انا رغيته ده. تعالوا ايه؟ نشوف تطبيق على اللي انا قلته ده دلوقتي. التطبيق ده، الاكزامبل ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انت عندك بايب، على كده ناخد البن بتاعنا اهو، ادي القلم، بيقول ان انت عندك لاين، عندك بايب، ادي البايب اللي انت شايفينها، والبايب ديت السبجكتد تو ا فورس اوف 80 باوند. سيبكم من قصه باوند ديت، كانها 80 نيوتن يعني، سيبكم من الدايمنشن. يبقى هو رسم لي فورس من البي رايحه للسي اهي، بتساوي 80 ايه؟ 80 باوند. ديترماين، تعالوا كده نكتب الريكوارد كده عشان اول ستيب بتاعتنا فاكرينها، ترانزليت اي ديترماين. طالب ايه يا سيدي؟ قال لي اول حاجه عايزك تجيب لي الانجل سيتا. طب هي فين الانجل سيتا؟ قال لي والله دي الانجل سيتا ديت، هو بيقول لي بقى، بيقول لي ما بين بتوين الفورس بي سي والسيجمنت، سيجمنت يعني لاين، يعني سيجمنت بي اي. يعني الراجل سهلها له اهو. سهلها. طيب نجيبها ازاي؟ والله انا فاكر ان الدكتور لسه من شويه قايل لنا ان انا لو عايز اجيب انجل ما بين تو لاينز، لو انا عايز اجيب انجل ما بين تو لاينز اعمل ايه؟ استخدم الرول ده. لو انا عايز اجيب الانجل ما بين التو لاينز استخدم الرول ده، بس بشرط يبقى التو لاينز اللي اخدتهم خارجين من ايه؟ خارجين من نفس البوينت او داخلين لنفس البوينت. طب يلا بينا. انا عندي هنا نقطه بي. عندك نقطه بي. نقطه بي ديت كان خارج منها اللاين بي سي وخارج منها اللاين بي اي. تعالوا نطبق الرول، هيبقى كوساين سيتا بتساوي، اخترت انهي خطين؟ انا اخترت الخط بي سي واخترت الخط بي اي. نكتب اللي احنا اخترناه، يبقى الار بي سي دوت الار بي اي. خلي بالكو هنا بدا ببي وهنا برضو ايه؟ بدا ببي. لازم التو فيكتورز يا الاثنين بادئين بالبي يا الاثنين مالهم نهيين بالبي، لازم يكون يا ده يا ده. طيب نعمل ايه بعد كده؟
قال لي نقسم على ماجنيتيود كل واحد منهم، يبقى هنا ار بي سي ماجنيتيود وهنا ار بي اي برضو ماجنيتيود. بالتالي بعد كده بقى التعويض مباشر. ازاي تعويض مباشر؟ يلا بينا كده نشوف هنعوض ازاي. ادي براكت للفيكتور الاولاني دوت براكت للفيكتور الثاني، وادي روت للفيكتور الاولاني وادي روت للفيكتور الثاني. طبعا الناس اللي انتبه معايا فاهمه انا هعمل ايه. اهو الاولاني كوما كوما الثاني كوما كوما. يلا بينا. لما اقول ار بي سي يبقى همشي من البي للسي، همشي من فين لفين؟ من البي للسي. انا لقيت نفسي من البي للسي طلعت مع الزد 1 ومشيت عكس الواي 3. بصوا 2 بلس 1 ايه 3. يبقى معنى كده ان انا مشيت مع الزد 1 اهو 1 اهي، ومشيت عكس الواي 3 يبقى نيجاتيف 3. وصلت؟ اه وصلت، يبقى 0. ده الاولاني. طب من الاي للبي، قال لي من الاي للبي انا همشي من البي للاي بقى، هطلع على الزد برضو 1 وبعد كده هكمل عكس الاكس 2، يبقى في الاكس نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 2. وهمشي عكس الواي 2. بص انا عايز اوصل لنقطه ايه، وصلت اهو كام؟ برضو نيجاتيف 2 على ماجنيتيود كل واحد منهم. طبعا هنا هيبقى 0 سكوير زائد 3 سكوير زائد 1 سكوير. طب والروت الثاني هيبقى 2 سكوير بعد كده بلس 2 سكوير اللي هي كانت نيجاتيف 2 بلس ايه؟ بلس 1. طبعا لما نخبط الحسبه دي في بعضها هنطلع في النهايه الانجل بتاعتنا الثيتا بتساوي 42.5 ديجري، لان الدوت برودكت ده طلع لي 0.7379. طبعا خلي بالكم ان لازم الرقم يبقى ايه؟ لازم الرقم يبقى اقل من 1 عشان الايه؟ نعرف نجيب الكوزاين. طيب ده كده كان تطبيق يعني ايه؟ جيومتري شويه اكتر منه ميكانكس. طيب الريكوارد الثاني ايه؟ الريكوارد الثاني 2. بص بقى الريكوارد الثاني بيقول لي البروجيكشن بتاع الفورس، هي الفورس من فين لفين؟ من البي للسي، يعني يقصد الفورس اف بي سي. الفورس اللي هي من البي للسي along، هو طبعا بيقول لي along this segment، هو لسه قايل لنا segment مين؟ يبقى along segment اي بي، السيجمنت بي اي. خلي بالكوا تفرق اي بي من بي اي. يلا نطبق الرول. انت قلت لنا ان احنا بعد ما نترجم نطبق رول. الرول بيقول لي ايه؟ تعالوا نكتبه كده لحسن ده انا نسيته. بيقول لي ان الاف لاين بتساوي الاف فيكتور دوت دوت اليونت فيكتور بتاع اللاين. طبعا اللاين هو طالبه مين؟ هو اللاين بي ايه. يبقى هو كده قال الرول. تعالوا بقى نمسح ديت عشان نكتب، احنا بنكتب رول اصم دلوقتي اهو اهو، ده الرول الاصم. الرول ده بيجيب لي ايه؟ الرول ده بيجيب لي البروجيكشن بتاع فورس along لاين. طيب في مسالتنا هنا اللاين هو مين؟ قال لي هو بي اي بس. يبقى كل كلمه لاين في القانون شيلها وحط مكانها بي اي. طب يلا، يبقى انا هقول له كده الاف بي اي هتساوي الاف فيكتور اللي عندك اللي هي كانت مين؟ اللي هي كانت بي سي دوت اليونت فيكتور كانت بي اي ودي برضو كانت بي اي. يبقى انا استبدلت كل كلمه لاين بمين؟ بكلمه بي اي. اما ليه يا دكتور هنا انت حاطط بي سي؟ لان هي الفورس اصلا من البي للسي، انا عايز اعمل بروجيكشن للفورس اف بي سي. الرول ده محتاج ايه؟ قال لي محتاج تعويض. بس عشان ما نبوظش الحل بتاعنا ولا نتوه، احنا محتاجين كده على جنب نعمل تحضيره. نعمل ايه؟ نعمل تحضيره. ايه هي التحضيره؟ قال لي انت محتاج كده على جنب كده تجيب اليونت فيكتور بتاع البي اي، اليونت فيكتور بتاع البي اي. اجيبه ازاي ده؟
خلاص بقى احنا بقينا لعيبه يونت فيكتور. هفتح براكت كده واتحرك من بي لايه، كنا لسه جايبينه اهو من البي لايه اللي هو دوت، كان عباره عن كام؟ كان عباره عن نيجاتيف 2 ونيجاتيف 2 1 على الماجنيتيود طبعا هنا 4 و4 1 يبقى 9، يبقى كلها بعض على بعضها كده ديفايدد باي ايه؟ ديفايدد باي 3. محتاج ايه كمان؟ قال لي محتاج اجيب الاف بي سي از ا فيكتور. طب يلا جيب الاف بي سي از ا فيكتور، هتساوي ايه؟ قال لي هتساوي الفاليو بتاعه الفورس اللي هي 80 في ايه؟ قال لي في اليونت فيكتور بتاع اللاين بي سي. بصوا خلي بالكم ما تتلخبطوش، القانونين شبه بعض هنا من غير دوت، فاللي هنا هو اللي هنا، لكن هنا الدوت اللي هنا غير ايه؟ غير اللي هنا. يبقى 80. يلا بينا نفتح براكت عشان نجيب مين؟ البي سي هيبقى 0 احنا جايبينه بقى من شويه، ونيجاتيف 3 1 على الماجنيتود كان كام؟ ده هنا كان 3 سكوير يبقى 9، 9 1 يبقى ايه؟ روت 10. يبقى هنا عندي كام؟ روت 10. دي كده التحضيره. ارجع لي بقى للايه؟ اللي كنا بنحله. احنا كنا بنحل ايه؟ ده انا نسيت. اهو يا دكتور تنسيت ازاي بس؟ تعالى نمسحه ونكتبه من جديد. اهو احنا كنا بنقول ان القانون الاساسي بتاع البروجيكشن اف لاين بيساوي اف فيكتور دوت اليونت فيكتور بتاع اللاين. يبقى انا هقول له الاف اللاين اللي انت عايزه هو بي اي، الفيكتور اللي عندي هو الاف بي سي، هتضربه دوت اليونت فيكتور بتاع اللاين اللي هو برضه بي اي. طب ما يلا بينا ده تعويض مباشر بقى يا دكتور، كله بقى معايا دلوقتي. هنشيل الاف بي سي ونكتب 80 على روت 10 في 0 ونيجاتيف 3 و1 دوت. اليونت فيكتور كان كام؟ قال لي كان 1 اوفر 3 و نيجاتيف 2 ونيجاتيف 2 و1. الناس بقى الناس اللي قدامي دي اشطر مني في الدوت برودكت، طبعا لما بيكون في كومن فاكتور نتخلص منه بره، يعني 80 على روت 10 مضروبه في 1 اوفر 3. افتح يلا براكت. البراكت ده جواه ايه؟ قال لي جواه الاول في الاول زائد الثاني في الثاني زائد الثالث في الثالث، يعني هيبقى 0 في نيجاتيف 2 اهو 0 هنا ونيجاتيف 2 هنا بلس نيجاتيف 3 في نيجاتيف 2 بلس 1 في 1. كل الكلام ده طلع علينا كام؟ تعالوا كده ننقله من هنا، الكلام ده طلع له كام؟ طلع له 59 باوند. 59 ايه باوند؟ طبعا انا عملت غلطه، جيت هنا حطيت علامه الفيكتور، لكن ده اللي طالع لي ايه؟ اللي طالع لي سكيلر فاليو. طيب مش احنا قلنا في طريقه تانية؟ بس الطريقه التانية دي كنت لازم اعرف الانجل بكام. طب انتم بقى بعد ما نخلص المحاضره اعملوا تشيك، مش الاف بي اي مش المفروض ان هي ممكن تبقى برضو الاف بي سي كوزاين الانجل؟ طب مش احنا جبنا الانجل؟ جبنا الانجل، يعني معنى كده ان انا لما همسك ال 80 واضربها كوزاين الانجل اللي احنا جبناها اللي هي 42.25 لازم تدينا كام؟ لازم تدينا برضو 59. ممكن يبقى في فرق، بس فرق ايرور حسابات، لكن لازم الرقم يبقى ايه؟ يبقى نفس الرقم. فلازم ايه؟ تشيكوا على دي، ده لازم ديت تنطبق على دي كده. يبقى انا جبت ايه؟ جبت البروجيكشن بتاعه الفورس الونج اللاين. كده المساله خلصت؟ المساله خلصت. بس افرضوا ان انا زودت بقى حته من عندي، انا دكتور بقى اسئلتي صعبه، فاقول لكم ايه؟ اكسبريس يور انسر ان فيكتور فورم. خلي بالكم ان انتوا جبتوا لي ايه؟ جبتولي رقم. جبتولي ايه؟ جبتولي رقم. طب دلوقتي الرقم اللي هو الرقم اللي انا جبته ده كان 30 100 كوزاين 30 كان على الاكس. لو انا قلت لك اكتبه في صورة فيكتور هتقول لي ايه؟ اقول لك اهو يا دكتور ال 100 كوزاين 30 مضروبة في الاي. الاي ده؟ الاي ده يا دكتور ده اليونت فيكتور اوف اكس، اللاين اللي انت كنت طالبه. طب ما تيجي نسكت الكلام ده على مسالتنا.
يبقى معنى كده ان انا لو عايز الاف لاين از ا فيكتور، الاف لاين ده لو انا عايز الاجابه بتاعته تبقى فيكتور، اجيب الاف لاين اللي انا خلاص حسبت الفاليو بتاعتها واضربها مره كمان، بس ضرب عادي بقى في اليونت فيكتور بتاع اللاين. ما هو ده نفس القانون اللي احنا اخدناه من شويه. طب يلا بينا نجاوب اهو، ناخد كده لون ايه مميز شويه، ناخد اللون الاخضر مثلا. فيبقى الاف بي اي از ا فيكتور هتساوي الاف بي اي از ا فاليو في اليونت فيكتور بتاع اللاين بي اي، يعني هيبقى عندي الفاليو ليا 59 واليونت فيكتور ما اتغيرش، هو هو اللي هو كان نيجاتيف 2 ونيجاتيف 2 و1، كل ده ديفايدد باي كام؟ ديفايدد باي 3. يبقى انا كده جبت له الفيكتور باي، ودي زياده من عندنا، دي زياده مش موجوده في المساله. انا بقول لك افرض ان انا جيت بعد شويه وقلت لك اكسبرس يور انسر ان فيكتور فورم. طبعا احنا لو كنا شرحنا الكلام ده بعد المحاضره الساعتين الدسمه كنتوا انهارتوا مني، فالحمد لله ان احنا عرفنا نلاقي وقت ايه نشرح الكلام ده. اخر مساله واسمع اسئلتكم نشرح دي، انا عارف ان في اسئله ظهرت في دماغكم، نشرح المساله ديت ونسمع اسئلتكم بعد ما نوقف التسجيل. في المساله ديت بيقول لي، تعالوا كده ناخد القلم بتاعنا ناخد لون احمر، بيقول لي ذا فريم شون، فريم يعني كونستراكشن كده بيثبت حاجه، مش موضوعنا دلوقتي، عندنا شابتر اسمه ذا فريم. ذا فريم شون ان ذا فيجر از سبجكتد تو هوريزونتال فورس. ما تخدعكش الكلمه ديت، الكلمه دي لما يقول لي هوريزونتال فورس والمساله 2 دايمنشن تبقى اكس، لكن هنا كلمه هوريزونتال فورس معناها بارلل لبلين، واضح ان البلين اللي هي بارلل ليه هو الاكس واي بلين. لكن لو قال لي بارلل فورس تو واي اكسس، يعني انا ممكن هنا هو اداني الفيكتور الحمد لله، قال لي ان هو 300 ايه 300 جي، ممكن على فكره تكون مايله شويه ويقول لي برضه هوريزونتال فورس، لان المقصود بكلمه هوريزونتال فورس يعني فورس بارلل للارض، ممكن ده بقى تبقى مع الاكس، ممكن تبقى على الواي، ممكن يبقى ليها حته على الاكس وحته مين وحته على الواي، دي كده حته تخيل كده للرسمه. طيب طالب ايه؟ بيقول لي هات لي الماجنتيود، عايز فاليو هنا مش عايز فيكتور، بتاعه الكومبوننتس. كلمه كومبوننتس هي معناها كلمه ايه برضو؟ كلمه بروجكشن. كلمه كومبوننت معناها البروجكشن. بارلل اند بيربنديكولار تو ذا ممبر اي بي. ايه ده؟ ده موضوع جديد ده يا دكتور؟ لا والله ولا موضوع جديد ولا حاجه، ده بس ده قصه ترجمه، انا قلت لكم ان نص الحل ترجمه. يلا نترجم، هو عايز ايه؟ عايز الاف على الاي بي. ايه ده جبتها منين الترجمه دي؟ ما هو قال لك هات لي الماجنتيود بتاعه الفورس اللي هي ب 300 جي ديت بارلل تو اي بي. كلمه بارلل يعني المنطبق عليها لما انا اقول لك هات لي الكومبوننت بارلل للاكس يبقى انا عايز اف اكس، هات لي الكومبوننت اللي بارلل للواي يبقى اف واي، هات لي الكومبوننت اللي بارلل للاي بي يبقى اف اي بي. طب هي دي بس الحاجة المطلوبة؟ قال لي لا، ده طلب حاجة تانية. الحاجة التانية هي الاف، نعمل العلامة ديت اي بي. ها عارفين العلامة ديت هي ايه؟ الماجنتيود اوف اف اي بي بس بيربنديكولار تو ذا اي بي. طب يا دكتور معلش، انت شرحت البارلل لكن ما شرحتش البربنديكولر، ده البربنديكولر دي هنحلها ازاي؟ سيبوها دلوقتي، يلا نحل اللي احنا عارفينه. احنا عارفين ايه؟ والله احنا عارفين رول بيقول ان الاف لاين بيساوي الاف فيكتور دوت اليونت فيكتور بتاع اللاين ده. قلت له تمام، قال لي اللاين عندك هو الاي بي، يبقى الاف اي بي بتساوي الاف اللي معاك اصلا دوت اليونت فيكتور بتاع اللاين اي بي. مظبوط، يبقى معنى كده ان الاف اي بي هتساوي، يلا نسبستيتيوت بقى،
الفورس دي معاك؟ اه معايا. بكام؟ قال لي ب 300 جي، يعني زيرو و300 وزيرو. معلش انا بحب الطريقه دي شويه. دوت اليونت فيكتور بتاع اللاين اي بي. يلا بينا، عايزين نعمل ايه؟ عايزين نمشي من نقطه ايه نوصل لنقطه بي. بصوا بقى الحركه اللولبيه اللي انا هعملها دلوقتي اهو. ناخد اللون الاخضر، عايز اوصل من ايه للبي، همشي كده. طبعا انا بمشي للاكسيز اهو، مشيت كده. بص وصلت فين؟ هنا. مشيت كام؟ قال لي مشيت 6 مع الواي، 6 مع الواي اهو. وبعد كده قال لي همشي بارلل اكس 2 اهو. مشيت بارلل اكس كام؟ 2 اهو، يبقى 2 مع الاكس. وبعدين هتعمل ايه؟ قال لي هطلع على الزد. وصلت للبي، خلوا بالكم نقطه بي طايره في الهواء اهي. مشيت على الزد كام؟ 3. مشيت على الزد كام؟ 3. يبقى عندي 2 وعندي 6 وعندي اي 3. طبعا الماجنتيود هيبقى 2 سكوارد زائد 6 سكوارد زائد ايه؟ زائد 3 سكوارد. كل ده تحت الايه؟ كل ده تحت الروت. طبعا اعتقد ان 2 و6 و3 بيدينا 7. انا رقم بقى انا حافظه من الخبره بتاعتي، يبقى 0 و300 و0 دوت 1 اوفر 7 في 2 و6 و3. طبعا الدوت برودكت ده بالنسبه لنا كلنا سهل، الزيرو في الاولاني، طبعا ال1 اوفر 7 هنسيبها بره، يبقى 0 في 2 بعد كده زائد 300 في 6 بعد كده زائد 0 في كام؟ 0 في 6. طبعا ديت طارت وديت طارت، هيدينا ان الاف اي بي، تعالوا كده ننقلها بقى من السوليوشن، 257.1 نيوتن. دي مين؟ دي الاف اي بي. ماشي الكلام؟ ماشي الكلام. يبقى احنا كده جاوبنا له دي. قال لي هو عايز ايه بقى كمان؟ قال لي انا عايز منك كمان الكومبوننت البربنديكولار على الاي بي. قال لي في عندك طريقتين. في عندك ايه؟ في عندك طريقتين. قال لي لو انا طالب منك الماجنتيود، لو انا طالب منك الماجنتيود تطبق الرول ده. الرول ده بيقول ايه؟ الرول ده فاكرين؟ الاف سكوارد، لو انا 2 دايمنشن يبقى الاف اكس سكوارد زائد الاف واي سكوارد، ده في 2 دايمنشن صح كده؟ اه صح. طب ما انا معنى كده ان هو الاكس والواي علاقتهم ايه ببعض؟ بيربنديكولار لبعض. يعني الرول ده ان جنرال ممكن اقول ان الاف سكوارد بتساوي الاف البارلل سكوارد زائد الاف البربنديكولار سكوارد. مش هي هي؟ اه هي هي، لان هم عاملين ما بينهم انجل كام؟ 90 ديجري. يبقى الاف بارلل سكوارد زائد الاف بربنديكولار سكوارد يديني الفورس سكوارد. يعني معنى كده ان الاف اللي معايا سكوارد هنطبق بقى على المساله بتاعتنا، هتساوي الاف اي بي، دي كانت البارلل سكوارد، زائد الاف بربنديكولار اللي انا عايزها على الاي بي سكوارد. معاك ايه؟ قال لي انا معايا كل حاجه. يعني معاك الفورس؟ قال لي اه معايا الفورس ب 300، يبقى 300 الكل سكوارد. طب والثانيه؟ قال لي الثانيه اللي هي الاف اي بي انا لسه جايبها اهي، 257.1 الكل سكوارد زائد الاف اي بي نورمال سكوارد. من هنا جبنا مين؟ جبنا الكومبوننت النورمال. ده انا لو طلبت منك ايه؟ لو طلبت منك ماجنتيود. طب ما انت يا دكتور طالب ماجنتيود ومسالتنا خلصت. اقول لك صح، بس افرض بقى ان انا طالبها فيكتور. لو انا كنت طالب الاف اي بي دي فيكتور، تقول لي يا دكتور خلاص بقى انا عرفت انت بتفكر ازاي. ما لو كان الاف سكوارد دي هي الصوره السكيلر، فالصوره الفيكتور ان الاف اي بي بتساوي الاف اكس فيكتور، ده الشرح بتاعنا، زائد الاف واي فيكتور. صح الكلام؟ اه صح الكلام. طب يعني معنى كده ان انا ممكن اقول ايه؟ ان اي فيكتور بيساوي الفيكتور البارالل زائد الفيكتور البيربنديكولار. صح كده؟ صح كده. طبعا انا عشان اجاوب ده لازم اكتب ايه؟ فاكرين؟ لازم اكتب دي في صوره فيكتور، فتبقى الاف اي بي
هتساوي الفاليو اللي هي 257 في اليونت فيكتور تاني اللي هو كان 2 و6 و3 على 7، ده كده في صورة فيكتور. يبقى أنا معايا 300 جي الفرصة الأصلية، ومعايا 257.1 على 7 في 2 و6 و3. معلش أنا 300 جي دي إيه بترعبني شوية، أنا هكتبها 0 و300 و0 زائد الإف نورمال كفيكتور. جبناها ولا ما جبناهاش؟ طبعا جبناها. هتبقى الإف نورمال كفيكتور بتساوي ده ماينس ده، يعني الزيرو والتلتمية والزيرو ماينس الميتين سبعة وخمسين بوينت وان على 7 في 2 و6 و3. طبعا نقدر نختصر بقى الكلام ده ايه الكلام ده مع بعضه، تعالوا كده ننقلها، تديله 73.5 في الاي، وهتديله 80 في الجي، وهتديله ماينس 110 في الكي. يبقى انا لو عايزها ماجنتيود اطبق الرول ده، ولو انا عايزها كفيكتور اطبق الرول ده. طبعا نمسح بقى بتاعت الاف اكس والاف واي، ده كان شرح كده ايه لينا ايه علاقة الكلام ده بالكلام ده. وبكده يبقى احنا النهاردة غطينا المحاضرة التانية في محاضرة ونص، ده احنا اخدنا ساعة كمان، يعني دي كده محاضرة 3 ساعات تذاكرها لحد ما ايه ما تفهم كويس جدا. اخدنا فيها ايه النهاردة؟ اخدنا التكملة بتاعت ازاي نجمع فورسز بالبوزيشن فيكتور، واخدنا الدوت برودكت، وعرفنا انه بيجيب انجل ما بين تو لاينز مش هنركز عليها قوي، لكن كان التركيز الاكبر على البروجيكشن اوف فورس الونج لاين، وقلنا ان كلمة بروجيكشن معناها كلمة ايه؟ كلمة بروجيكشن معناها كلمة كومبوننت. طب يا دكتور معلش انت كده لخبطتنا، مش انت من فترة كده كنت قلت لنا كلمة كومبوننت ديت معناها اف اكس واف واي واف زد؟ اقول لك اه دي اسمها كومبوننت الونج الاكسيز. يعني بصوا كده، لو انا عايز اجيب الاف اكس يبقى انا همسك الفوق الاف اكس نفسها، يبقى انا همسك الفيكتور واضربه دوت اليونت فيكتور بتاع الاكس. طبعا كلنا عارفين ان اليونت بتاع الاكس اسمه ايه؟ اسمه اي. طب ولو انا عايز اجيب الاف واي يبقى الاف فيكتور دوت اليونت فيكتور بتاع الواي اللي هو مين؟ اللي هو جي. كذلك الاف زد هيبقى الاف فيكتور دوت اليونت فيكتور بتاع الزد اللي هو كي. طب تعالى كده مثال، الفورس كانت ب2 اي زائد 6 جي زائد 3 كي، جيب لي الاف اكس. واحد يقول يا دكتور ما هي ب2 اهي. لا طبق الرول، هيبقى الاف فيكتور دوت مين؟ دوت الاي، يعني 2 و6 و3. الاي عباره عن كام؟ 1 و0 و0 دوت هنا في دوت هنا. طبعا لما نضرب دول في بعض يدينا 2، لان هنا الدنيا سهله فقريناها على طول، لكن الحاله العامه ان انا بضرب الفيكتور دوت مين؟ دوت اليونت فيكتور. يبقى انا عندي قاعده بتقول ان الاف بارلل هي نفسها الاف لاين بتساوي الفيكتور دوت اليونت فيكتور بتاع مين؟ بتاع اللاين. طب يا دكتور لو انا كنت عايز البربنديكولر اجيبها ازاي؟ قلت لك عندك طريقين، الطريق الاولاني طريق سكيلر، ان الاف البارلل سكوير زائد الاف نورمال سكوير بتساوي الفورس نفسها سكوير. الطريقه الثانيه ان الاف بارلل كفيكتور زائد الاف نورمال كفيكتور بتساوي الفورس نفسها كايه؟ كفيكتور. تشوف معاك ايه وانت عايز ايه تبقى المشكله بتاعتك محلوله. أرجو أن يكون الشرح غطى اللي أنا عايز أقوله. تعالوا نوقف الريكورد بتاعنا عشان طبعا إيه يبقى